مرحبا بكم عبر نشرة الخامسة والعشرون. في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد الموجود والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية اقتصاديا وسياسيا وإحلال السلام، مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا باستديوهاتنا بقناة أم درمان القيادي في حركة الإصلاح الآن الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس الحركة. أهلا ومرحبا بك عبر نشرة الخامسة والعشرون. بداية الأستاذ، مآلات الراهن السياسي الآن في السودان في ظل الثورة الشعبية التي حدثت مؤخرا. مآلات الثورة رفعت شعارات، هذه الشعارات لم تجد طريقها إلى التطبيق. رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة، فإذا أخذنا هذه الشعارات واحدا واحدا نجد أنها لم تطبق بالصورة التي ينبغي أن تكون. فالحرية غير متوفرة الآن إلا للجهات الحاكمة فقط، الحرية والتغيير، أما الأحزاب والجهات الأخرى المعارضة لا تجد المساحة من الحرية التي تجدها قوى الحرية والتغيير. وإذا ذهبت الآن للجامعات التي فتحت تجد أن هنالك تضييقا ومنعا للقوى السياسية الأخرى التي لا تتفق مع الحرية والتغيير. وكذلك في العدالة يعني سواء كان ذلك في مشاركة كل السودانيين في الحكم أو مشاركتهم في كل شيء، أو الذين حكم عليهم أدخلوا السجون، ينبغي أن تكون لهم عدالة بغض النظر عن أنهم مدانون أم لا. فالعدالة تقتضي، يعني ربنا بيقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالتالي كل من أدخل السجون سواء كان من الذين هم من النظام السابق أو موسى هلال أو أي جهة من الجهات، حتى المجرمين ينبغي أن توفر لهم سبل العدالة. أما السلام فما زال يتعثر رغم اللقاءات الكثيرة، وبالرغم من أن الفصائل التي تحمل السلاح كانت تنتمي إلى قوى الحرية والتغيير، وكنا نتوقع أن يتم ذلك بسهولة ويسر وفي وقت وجيز، ولكن منذ أن كونت الحكومة بدأ الانفصال من الحرية والتغيير، وبدأت الجبهة الثورية تبعد نفسها، وبالتالي أصبحت هي تفاوض المكون العسكري أو تفاوض مجلس السيادة مرة أخرى على السلام. ونتمنى يصل السلام بسرعة، لأن مشكلة السلام هذه واحدة من المشاكل الكبيرة. والسلام الذي تسعى إليه الحكومة الآن هو سلام بينها وبين الجهات التي كانت تقاتل أو كانت تحمل السلاح، أما هي فتريد سلام مع تلك الجهات التي تقاتل، وتريد كذلك أن تشعل حروبا في داخل السودان. نلاحظ بأنه في داخل السودان الآن التصريحات والقرارات التي تصدر كلها تؤدي إلى تمزق النسيج السوداني، وتؤدي كذلك إلى المشاكل التي قد تقود إلى تجاذب وشد وجذب وأخذ ورد بين القوى السياسية الموجودة. جميل جدا. طيب أستاذ حسن عثمان رزق، كيفية الخروج من حالة الاحتقان السياسي الراهن في البلاد؟ المحافظة على النسيج الاجتماعي، لأنه إذا لم يعترف كلهم بالآخر فلن نصل إلى حل أبدا. الآن قوى الحرية والتغيير تعيد نفس تجربتها مع مايو. في مايو بدأت بنفس الصورة، هي إقصاء للآخرين، فصل من الخدمة، إبعاد، تشويه السمعة، وحتى ما نراه الآن من هجوم على بعض الأشياء الدينية بدأت به مايو كذلك. فقاموا على الجامعة الإسلامية أولا، فقالوا يريدوا أن يطوروها فجعلوها كلية للدراسات العربية والإسلامية، وكذلك كان الدين مادة إجبارية ونمره 100 درجة، فجعلوه مادة اختيارية، وجعلوا نمر الدين في الشهادة السودانية 60 درجة. وقاموا كذلك على وكيل التربية والوكلاء كذلك،
فأقالوهم وجاءوا بمن يرونه، كان مندور المهدي هو وكيل وزارة التربية والتعليم، وغيروا السلم التعليمي وحتى بداية العام الدراسي جعلوه مع مصر، وبالتالي هم يكررون نفس الأخطاء التي وقعوا فيها في مايو، وبالتالي سيصلوا إلى نفس النتيجة. ما لم نعترف بالآخر يعترفون هم بالآخر، والمعارضة كذلك تعترف بالآخر، ونعيش في سلام، ونجعل الشعب السوداني يكون هو الحكم والفيصل، وصندوق الانتخابات هو الذي يقرر من يحكم السودان، الذي يفوز هو يحكم ويحكم كذلك ببرنامجه، والآخر يذهب إلى المعارضة ويخاطب الشعب حتى يغير الشعب رأيه فيه. جميل. استاذ حسن عثمان رزق، برايك امكانيه الوصول الى سلام شامل في السودان عبر مفاوضات جوبا التي سوف تعقد في نهايه هذا الشهر؟ والله نحن نتوقع يعني الان في وقف لاطلاق النار، لكن حتى الان لا يوجد السلام بالصوره التي يرجوها الناس، لكن هنالك اشياء لابد ان يبتعد عنها، فمساله تقرير المصير ينبغي ان لا تكون يعني مطلبا من المطالب، لاننا جربنا مع الجنوب كان هنالك تقرير المصير وكانت النتيجه انفصال الجنوب، فاي اتفاق يكون فيه تقرير للمصير معناه اننا سنفقد جزءا عزيزا اخر من الوطن، وهذا سيؤدي الى نفس المشكله التي حدثت للجنوب، لا تكون هنالك دوله ناجحه، وكذلك يكون البلد قد فقد جزءا كبيرا من مكوناته الجغرافيه والبشريه. وبالتالي نحن نتمنى للمفاوضين، وكان ينبغي المفاوضات أن تتم بين كل المكونات، وهذا من الأخطاء التي ارتكبتها الإنقاذ في السابق، أنها هي ذهبت إلى نفاشة لوحدها، لو كان اصطحبت معها كل الأحزاب السياسية كان الجميع تحمل النتيجة التي حدثت في نفاشة. الآن قوى الحرية والتغيير ذهبت لوحدها، وبالتالي ستتحمل كل النتائج التي ستنجم من توقيع اتفاق قد لا يكون هو الاتفاق الذي يخرج أو يعبر بالسودان من حالة الحرب إلى حالة السلام. جميل. أستاذ حسن عثمان رزق، برأيك عملية الإحلال والإبدال التي تمارسها الحكومة الانتقالية، هل هي تنظيم سياسي أم هي إحلال وإبدال طبيعي في المؤسسات الحكومية؟ هي تمكين من نوع آخر، يعني نفس الصورة التي كانت تأخذها على الإنقاذ، والإنقاذ أخذتها كذلك من مايو وما قبل مايو، منذ أن رفع شعار التطهير واجب وطني في أكتوبر، ثم نفذ تنفيذا حقيقيا في مايو، ففصل عدد كبير من الناس، حتى الدكتور عبد الله الطيب فصل باعتباره إسلامي، وكذلك داود عبد اللطيف وعدد كبير جدا من علماء السودان، منهم محجوب عبيد ودفع الله الترابي، وعدد كبير جدا من أساتذة جامعة الخرطوم أخرجوا من هذه الأماكن. الخدمة المدنية التي ورثناها عن الاستعمار وظلت حتى بداية مايو، كان حتى منصب الوكيل يتم بالترقي لا بالتعيين. الآن نلاحظ أن هنالك وكلاء ومديرين يفصلون ويتم إحلال بعض الذين يعني أسندت لهم هذه المناصب، ليست لهم تجربة، التجربة لابد أن تكون علمية وعملية، بعضهم له شهادات ولكن ليس له تجربة عملية، وكذلك في هذه الوزارات هنالك كم هائل من الموظفين يريدون الترقي، عندما تعين شخص في منصب كبير فهذا يؤثر على بقية الموظفين ويقفلوا، لا يستطيعوا أن يترقوا كما يترقى الآخرون. جميل. طيب أستاذ حسن عثمان رزق، تم طرح خيار أخير بإجراء انتخابات مبكرة من أجل الخروج من الوضع السياسي الراهن في البلاد، موقفكم أنتم في حركة الإصلاح الآن من هذه الانتخابات المبكرة؟ أي انتخابات نحن نرحب بها، مبكرة وغير مبكرة، فالانتخابات هي الفيصل، لأن الآن التفويض الموجود بالنسبة لقوى الحرية والتغيير هو تفويض ثوري وليس تفويض شعبي، التفويض الشعبي يتم عبر الاختيار الحر المباشر عبر صناديق الانتخابات، ولذلك نحن نرحب بأي انتخابات سواء كانت عاجلة أو آجلة. جميل. طيب أستاذ حسن، موقفكم من الثورة الشعبية، ثورة ديسمبر التي انتفض من خلالها الشعب السوداني ضد حكم الإنقاذ؟ نحن كنا جزءا أصيلا فيها، وحينما كنا نتحدث ونعارض ونتكلم في الفضائيات ما كان هنالك كل هذه الأسماء التي ظهرت الآن وتسيدت الساحة، ما كانت موجودة،
كنا نحن نتحدث عبر الفضائيات السودانية حتى عبر أم درمان، قناة أم درمان. هذه أنا كنت أول من طالب بخروج القوات من اليمن في هذه القناة، وطالبت الرئيس بأن لا يترشح مرة أخرى، وغيرها من الأشياء التي انتقدناها، سواء كان ذلك في البرلمان أو كان في الصحف أو كان في المظاهرات. حتى مظاهرة 6 أبريل أنا كنت في وسطها، وكان هنالك قليل من الذين عمرهم كعمري. جميل. أستاذ حسن، هل من حق الحكومة الانتقالية الموافقة مثلا على بعض المعاهدات التي يرفضها الشعب كمعاهدة سيداو؟ الحكومة الانتقالية ينبغي أن تعنى فقط بما يخص الفترة الانتقالية، أما المسائل مسألة الدستور ومسألة التوقيع على اتفاقات قد تؤدي إلى مشاكل داخل البلد، هذا ليس من شأنها، هذا من شأن البرلمان الذي ينتخب، هو الذي يصادق على مثل هذه المعاهدات. ويمكن حتى لو وافقت الحكومة، إذا لم يصادق عليها برلمان منتخب لا تكون هي سارية كالذي حدث في أمريكا. أمريكا مثلا موقعة على سيداو ولكنها ليست مصادقة عليها، الكونغرس لم يصادق عليها، وبالتالي هي خارج اتفاقية سيداو. وبالتالي أي اتفاقية لا يوافق عليها برلمان منتخب هي ليست ملزمة بالنسبة للشعب السوداني. جميل جدا. طيب، فيما يتعلق بالعزيمات الاقتصادية التي يعاني منها السودان ونفس هذه العزيمات التي خرج من أجلها الشعب إلى الشارع، كيفية حل هذه المشكلات في القريب العاجل؟ أولا ينبغي أن نصارح الشعب بالحقائق. الحكومة كانت تبيع الوهم بالنسبة للشعب. أول ما جاءوا قالوا بأن هنالك 64 مليار في ماليزيا، و64 مليار عند عوض الجهاز، و64 مليار عند نافع، و70 مليار عند الرئيس، ومليارات عند زوجته. وفي الآخر اتضح أن هذا كله وهم، لأنه لو وجد جزء منها كان حل مشكلة البلاد حاليا. وكل الذي وجد في ماليزيا من كل الذين كانوا يتبعون للنظام السابق كان في حدود مليون دولار فقط أو أقل. وبالتالي هذه أوهام بيعت. قيل لنا بمجرد أن يسقط النظام هنالك مؤيدون في ألمانيا سيرسلون 170 مليون دولار، والآن يبيعون لنا كلام بأن أمريكا سترفع العقوبات وسترفعنا من قائمة الإرهاب. هي أمريكا دعها من قائمة الإرهاب، خليها ترفعنا من العقوبات الإلكترونية. يعني الواحد يقدر يدخل على متجر أبل، يعني الآن إذا عايز تحمل أي تطبيق من تطبيق أبل دائما بيجيك الكلام This is not available in the place you are in. فدي الآن حتى هذه الصغائر الإسبيرات للطائرات ولبعض المنتجات الأمريكية لا يسمح بدخولها للسودان. السفير ما لا يوجد سفير أمريكي الآن في السودان، يوجد قائم بالأعمال 6 أشهر. ما الذي يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أن تعين سفيرا للسودان بدلا من قائم للأعمال؟ أمريكا ما وقعت عقوبات على كوبا 50 عاما، رفعها أوباما ثم جاء ترامب فأعادها مرة أخرى، ولذلك لا يمكن أن نتوقع رفعها بمثل هذه النوايا الطيبة والسريعة، لأنه رفعنا من قائمة الإرهاب هذا قرار يتخذه الكونغرس، أما العقوبات الاقتصادية والإلكترونية وغيرها يمكن أن يرفعه الرئيس مباشرة لو أراد ذلك، لا يكلفه إلا بضعة دقائق. طيب أستاذ حسن عثمان رزق، إذن من المقصود بالعقوبات الأمريكية على السودان؟ هل هو شعب سوداني أم السودان الدولة أم الحكومات التي تحكم في السودان؟ كل هذه الحكومات تعمل لمصالحها وليس لمصلحة الشعب السوداني، ولذلك هذه العقوبات هي مسألة العصا والجزرة. يراد من الشعب السوداني أو من الحكومة السودانية أن تؤيد مثلا حفتر، أن تقف مع إسرائيل، أن تطبع العلاقات مع إسرائيل، أن تكون وهكذا. أمريكا لها أجندتها في السودان، وهي تريد كذلك حتى المصالح الاقتصادية أن تتحكم فيها، وكل الدول حتى الجارة منها لها مصالح في السودان. قل أن تجد دولة من الدول ليست لها مصالح في السودان، وكل الذي جاءنا من مشاكل في السودان كان بسبب التدخلات الأجنبية، فما انفصل الجنوب إلا بتدخلات الإيجاد والدول الأفريقية والدول العالمية، فأخرجت الجنوب من طوره، وها هو حتى الآن يترنح لا يستطيع أن يسير على قدمين. بالتالي لا بد أن نخرج من سياسة المحاوط، لا بد أن نعتمد على أنفسنا. السودان غني بموارده،
ليس فيه مشكلة موارد، فيه مشكلة إدارة موارد. لو أديرت هذه الموارد بصورة طيبة السودان لن يحتاج إلى بلد من البلدان، بل سيكون هو من الذين يدفعون للآخرين، وقد كانوا في عهد مملكة سنار يعطون الذهب بالمكيال، وهذا أمر معروف في التاريخ. جميل. طيب أستاذ حسن عثمان رزق، إمكانية خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع اسمه من هذه القائمة السوداء؟ أصلا السودان ليس فيه إرهاب، حتى أيام بن لادن حينما كان في السودان ما كان يمارس إرهابا، إنما كان يبني طريق التحدي، وكان يبني في منشآت في بور السودان وغيرها، وخرج ولم يجد حتى أمواله. وبالتالي كلام الإرهاب في السودان هذا يعني إشاعات قيلت عن السودان. وجود معارضين موجودين، المعارضين الإسلاميين وغيرهم موجودين في أمريكا، موجودين في بريطانيا، موجودين في أوروبا، وهذا لا يعني بأن هنالك إرهابا بهذا المعنى. الإرهاب هو تمارسه هذه الدول الكبرى كما فعلت في العراق، وفعلت في سوريا، وفعلت في ليبيا، وفعلت في الصومال. كل هذا يأتي من خارج السودان يعني. والآن كتب كتاب في فرنسا يقول بأن الحرب التي دارت في العراق إنما كانت حربا دينية، يعتقدون أن هنالك يأجوج ومأجوج موجودون في العراق، ويحاولون أن ينفذوا وصايا موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، ولكنهم لا يحاربون الإرهاب. الإرهاب حتى الذي الآن هو داعش أو بوكو حرام إنما هي مصيدة لكي يأتوا بالشباب المسلم الذين يمكن أن يقاتلوا ويقتلوهم. لا يمكن لإنسان مسلم يفكر أن يحاول أن يعمل دولة ليس لها ساحل ويقتل المسلمين بدل أن يقتل أعداء المسلمين. القرآن يخبرنا أن أعداءنا هم اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وليس المسلمين في بعضهم البعض. جميل. طيب أستاذ حسن عثمان رزق، توجه الحكومة الانتقالية للمحور الغربي بدلا من المحاور القديمة مثل الصين وروسيا، هل هذا يؤثر على مستقبل هذا البلد اقتصاديا وسياسيا؟ أصلا ما ينبغي أن نكون في محور مهما كان هذا المحور قويا، لابد أن ننفتح لكل أنحاء العالم ونعمل بسياسة المصالح، المصالح المشتركة بيننا وبين أي دولة، وكذلك المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل ليس بمعاملة دونية. لا نقبل أن يذهب مثلا الرئيس الوزراء إلى دولة ويعامل كأنه يعني مدير أو وكيل أو غيرها، لابد أن يوضع في محله. لا نقبل أن يذهب رئيس وزرائنا إلى دولة مجاورة وتوضع خارطة تنتقص من أراضي السودان. بالتالي لابد أن يكون عندنا عزة ويكون عندنا كرامة ندير بها مسألة البلد. السياسة الخارجية تحتاج فعلا إلى جلوس وليست إلى طرديات وغيرها. طيب أستاذ حسن، برأيك هل الحكومة الانتقالية قادرة على إدارة دفة البلاد حتى مرحلة الانتخابات؟ لو التفتت إلى المشاكل الداخلية يمكن أن تنجح، أما التفاتة إلى إثارة الزوابع والمشاكل وتقليب الطوب حتى تجد العقارب هذا أمر يعني غير مقبول. لكن هنالك بعض العقلاء، يعني الكلام الذي قاله الشفيع خضر بأن اليمين واليسار ينبغي أن يجلسوا مع بعض ليصلوا إلى حلول لهذه البلد حتى يعبر بالفترة الانتقالية دون مشاكل. لكن إذا حاولت أن تقيد حرية الناس وأن تنتقص منهم وأن تمنعهم أن يكونوا مواطنين في بلادهم، أن يكونوا مجرد رعايا يقادون ويساقون، هذا لا يقبله أحد وسيؤدي إلى عواقب، بمثل ما حل الحزب الشيوعي فجاء بمايو وضيق على الإسلاميين في آخر عهد الصادق المهدي من الجيش ومن بوش ومن الحكومة الديمقراطية آنذاك، فجاءت بالإنقاذ. كذلك إذا تم التضييق قد يأتي بشيء يكون أسوأ من الذي حدث من قبل. جميل. طيب أستاذ حسن، إذا تحدثنا عن دوركم في حركة الإصلاح الآن في مستقبل السودان ما بعد ثورة ديسمبر في مرحلة البناء لهذا الوطن، أي شيء ينفع السودان نحن سنقف معه. الحكومة إذا خطت أي خطوات لصالح البلاد نحن سنؤيدها وسنقف معها وسندعمها، ولا ليس لدينا أي مشكلة. لكن هل تتصور حتى الآن الحكومة لم تجتمع بأي حزب معارض،
رئيس الوزراء في العالم كله في أي دولة ديمقراطية رئيس الوزراء يجتمع بالأحزاب المعارضة. الآن لا رئيس الوزراء ولا رئيس مجلس السيادة ولا مجلس السيادة ولا مجلس الوزراء ولا قادة الأحزاب التي تحكم الآن تجتمع بالمعارضة، لا يوجد ذلك. هذا يعني دولة تريد أن تطير بجناح واحد، وهذا لن يتأتى لطائر أبدا. جميل. طيب روشيتا أخيرة، وصفة سحرية من أجل الخروج من هذا النفق المظلم اقتصاديا وسياسيا في السودان. هنالك أشياء كثيرة لا تكلف البلد شيء اقتصاديا، يعني يمكن أن تدور على البلد أموال بدون أي تعب. يعني مثلا فتح الباب للطلاب الأجانب، يعني الآن ماليزيا فيها 50,000 طالب يعني يدعمون الاقتصاد الماليزي، وكذلك في بريطانيا. السودان يمكن يستوعب يعني 200,000 طالب، هذا يمكن أن يوفر للسودان على الأقل 2 مليار جنيه بدون سبب، بدون يعني تعب مقابل تعمله. عندنا عدد من الأطباء، بريطانيا وأيرلندا يقال أن فيها حوالي 5,000 طبيب. هؤلاء لو يسرنا لهم الأمر، خلينا معداتهم تكون بدون جمارك، عملنا قللنا لهم العوائد والضرائب، هم سيأتوا ويعملوا في داخل السودان وسيكون هنالك دخل كبير، لأن كل الدول الأفريقية والعربية ستأتي لتتعالج في السودان. الآن نتعالج في الأردن، والسودان بدأ الطب قبل الأردن بأكثر من 80 عاما، وهو عريق في ذلك. والآن معظم الأطباء لو ذهبت إلى السعودية وفي دول كثيرة جدا تجد أنهم من السودانيين. أفتح لهم المجال. دبي هذه ليس فيها بترول ولا ذهب ولا نيل ولا أي شيء، لكن فيها قوانين فتحت التجارة. يمكن ساحل البحر الأحمر ده كله يكون كذلك مثل دبي، يفتح للتجارة. هذا لا يكلف البلد أي شيء لو تحكمنا في الصمغ العربي، بحيث أنه هو السلعة ينتج السودان أكثر من 80% من الصمغ العربي. لو تحكم فيه، وهو مهم جدا بالنسبة خاصة لأمريكا، أمريكا حينما قاطعت السودان أوقفت أي شيء إلا التعامل في الصمغ العربي. يمكن أن تتحكم في الصمغ العربي فيدخل عليك أموالا كثيرة، يمكن أن تتحكم في أشياء كثيرة. الآن نحن ندعم في دول الجوار، ليه؟ لأنه جماركنا أكبر. الناس البضائع تأتي من الصين عن طريق القاهرة لأن جمارك القاهرة أقل، ثم يستفيدوا الذين يأتون من مصر بقوانين الكوميسا فيدخلوا للسودان، وبالتالي كل البضائع التي تأتي من الصين تأتي عن طريق القاهرة وغيرها. وكذلك التهريب، بعض الأشياء تنزل في غربا وشرقا ثم تأتي على التهريب، لأن الجمارك في تلك البلاد قليلة. لماذا لا نقلل الجمارك بحيث أنه نستطيع أنه نمنع التهريب ونمنع كذلك فائض الأموال التي أو الجمارك التي تذهب لدعم دول أخرى. هنالك أشياء كثيرة يمكن يتحدث عنها الناس وتدعم البلاد من دون أن نحتاج إلى أن نمد أيدينا لأي شخص من الأشخاص. نحن عندنا زراعة، حتى لو زراعة مطرية فحسب، ولدينا كذلك معادن، ولدينا كذلك ثروة حيوانية كفيلة بأن تخرج السودان من مشاكله. هذا بالإضافة إلى الآثار والزيارات والسياحة وغيرها. لا نحتاج إلى شخص. لك تحية الأستاذ حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، كنت معنا عبر هذه المساحة.